السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. اللغة العربية التقنينية، ما هذا يا دكتور؟ قلت في حلقة سابقة اللغة التقنينية، فما معنى اللغة العربية التقنينية؟ وما الفرق بين اللغة العربية التقنينية وبين قولنا اللغة التقنينية؟ نقول اللغات كما حددناها هي اللغة العربية العتيقة، ثم اللغة العربية التراثية، وها نحن ذا نصل إلى المستوى الثالث من اللغات القانونية، حيث اللغة العربية التقنينية. اللغة العربية التقنينية نقصد بها تلك اللغة ذات النظام المحدد والغاية المحددة، فالألفاظ والتراكيب والجمل والعبارات تستخدم فيها لغاية تقنينية مقصودة يستقصدها ويستهدفها واضع النص، مقنن النص، أيا كان مجاله وأيا كان تخصص. اللغة العربية التقنينية أيضا نقصد بها على وجه الخصوص اللغة الشرعية، كما ونقصد بها لغة الحضارة الإسلامية. فاللغة الشرعية مثل لغة الفقهاء، لغة الأصوليين، هذه لغة تقنينية معتبرة، مقدرة، متفق عليها، مصطلح عليها بين جماعة الأصوليين وجماعة القانونيين والشرعيين. وأيضا اللغة العربية التقنينية هي لغة الحضارة الإسلامية ولغة العلوم الإسلامية، فكل لغة غير أدبية، أي غير ذات لغات الشعر والآداب، وغير اجتماعية لمجرد التوصيل والتواصل، تدخل تحت طائلة اللغات التقنينية. وعليه فإن منتجات الحضارة العربية الإسلامية، سواء أكانت منتجات علمية في العلوم العربية أو علمية في العلوم الطبيعية أو علمية في الآداب والأخلاق وعلوم الكلام والفلسفة، هي بالضرورة لغات تقنينية حضارية. اللغة العربية التقنينية كانت مرحلة مهمة ومستوجبة، وخاصة بعد حلول عصر التدوين في القرن الثالث الهجري في أزهى عصور الدولة الإسلامية، حيث العصر العباسي الأول. فهذه العلوم وتلك المعارف العربية الإسلامية المنظمة قد ارتقت وسمقت وبلغت من العلمية الحد الكبير، ومن ثم كانت صياغتها وكان نظمها وكانت أبنيتها أبنية علمية محددة، مقننة، مقعدة، تروم أهدافا مخصوصة وتروم غايات محددة من قبل المقننين والصائغين والبانين أصحاب تلك المعرفة وهذا العلم العربي الإسلامي الحضاري. يمكننا أيضا أن نعرف اللغة العربية التقنينية، وإن شئت فقل اللغة العربية التقنينية الحضارية. يمكننا أن نعرفها من خلال منظور بنائها بأنها نظام لغوي محدد، تعبر مفرداته وتراكيبه وجمله عن موضوعات مخصوصة، سواء أكانت موضوعات شرعية أو موضوعات أدبية أو موضوعات فلسفية أو أخلاقية أو كلامية، بنسق معين ونظام محدد لتحقيق مدلولاتها وللتعبير عن معطياتها وعن مقتضياتها.